given by safety. كان ليفل 1 2 3 4 ليفل 1 هو الاقل خطوره وليفل 4 هو الاشد خطوره من حيث الاكتيفيتي. ننتقل الان الى سلايد رقم 12. هذا السلايد يعطينا فكره عن العوامل اللي تكون موجوده سواء في الميكروب سيل او تكون موجوده في الوسط بحيث انه يكون عنده قدره يصير في عندنا ديزيز او لا. شو العوامل ممكن تكون موجوده في الميكروب سيل وتساعد انه يعمل ديزيز، او العوامل بتكون موجوده في الجوست سواء كان هيومن او انيمال وبتساعده انه يقاوم هذا البثوجين او انه البثوجين يتغلب عليه ويصير ديزيز. راح نذكر ثلاث امثله في كل مجال. الميكروب في عندنا ثلاث شغلات اساسيه، الفيريولنس وراح نعرفه بعد شوي الفيريولنس، بس هي خلينا نحكي قديش الديزيز عنده قدره انه يعمل امراضيه باثوجينسيتي. كل ما كان الفيريولنس اكثر كان يكون عنده قدره انه يعمل ديزيز اكثر. فكل ما كان عندي هون الفيريولنس اعلى بكون احتماليه انه يصير في عندي ديزيز اعلى. اذا كان الفيريولنس للباثوجين قليل تكون احتمالية انه يصير في عندي ديزيز قليلة. هذا حنحكي بعد شوي، بس هو عوامل بتساعد البكتيريا انها تزيد الامراضية تبعها، توكسينز بتفرزها، انزيم بتفرزها، راح نعرفها سلايدات ثانية. إذا كان في عنده هاي العوامل راح يساعد انه يكون عنده فرصة أقوى انه يعمل لي ديزيز. طيب بيرسنتج اوف اوبتيمال انفكشس دوز، في عندنا شغله مهمه كمان راح نعرفها كمان بعد شوي، انفكشس دوز اللي هو الحد الادنى من كميه البكتيريا اللي لازم تدخل للجسم حتى تسبب ديزيز. راح نشوف انه في انواع من البكتيريا او المايكرو اورجانيزم لازم يفوت عندنا مئات الالاف للجسم في نفس الوقت حتى يعملوا ديزيز. في انواع ثانيه من البكتيريا او المايكرو اورجانيزم يكفي وجود واحد او عدد قليل منها داخل الجسم حتى يعمل ديزيز. راح نشوف اذا هاي كمان اذا كان دخلت البكتيريا بالانفكشس دوز بالكميه المناسبه لتعمل ديزيز راح تعمل ديزيز، اذا كانت اقل الجسم في الوضع الطبيعي بسيطر على هذا الوضع وبيتخلص منه. النقطة الثالثة ومهمة جدا اللي هي البورتال اوف انتري، المدخل تبع البكتيريا. الآن البكتيريا في عندنا احنا أنواع من البكتيريا ممكن تكون سيستماتيك تعمل لي ديزيز في أي مكان في الجسم، وفي أنواع من البكتيريا لا تكون سبيسيفيك لأورجن معين، مثلا نحكي كليوسيليا نيموني مش راح تعمل لي ديالي إسهال في الانتستين، لكن إذا دخلت عليها راح تعمل لي إيش؟ نيمونيا. فالآن هاي المدخل تبعها من الأورال كافيتي بتروح على اللنج، إذا دخلت عن طريق الطعام راحت على المعدة ما راح تعطيني الافكت تبعها. فالبورتال اوف انتري وراح ناخذ امثله تقريبا اربع او خمس امثله على البورتال اوف انتري المختلفه الموجوده في الجسم. نفس الشيء اذا كانت دخلت من المكان الصحيح احتماليه انه يصير في عندي ديزيز تكون عاليه، اذا دخلت من مكان خاطئ بالعاده ما بصير في عندي ديزيز. وبتعمل شيء بسموه اكسيدنتال انفكشن، اذا تعمل انفكشن في مكان مش معتاد تعمل فيه انفكشن بس هذا نادر. لكن الاصل انها تكون بالمكان، طبعا ليش يعتبر الانفكشن في اللنج ما بتعملوش في الانتستين؟ لانه في ريسبتورز، الريسبتورز هاي اللي البكتيريا بتقدر تعمل اتاتش للمكان بتقدر تعمل الانفكت تبعها موجوده وين؟ في اللنج مش موجوده في الانتستين. في شغلات ثانيه البكتيريا لا، الريسبتورز تبعها موجود في اماكن مختلفه من الجسم عشان تقدر تعمل الانفكت تبعها في اكثر من مكان او اكثر من مكان. طب هذا على الجانب الاول لما حكينا عن البكتيريا الاسد. الهوست شو العوامل اللي بتكون موجوده عند الشخص عند الانسان بحيث تساعده يقاوم هذا البثوجين او بتكون عوامل ضعف بتخلي البثوجين يتغلب عليه. اول شيء جينيتك بروفايل ذات ريزيست مايكروبس، في الجسم مجموعه من نحكي الانيت اميون ميكانيزم تشتغل بشكل طبيعي بس في اي بثوجين على الجسم تشتغل. هاي عوامل وراثيه موجوده في جسم كل انسان. اذا كان فيها خلل لاقي مثلا واحد في عنده مشكله في التول لايك ريسبتورز مش موجوده عنده مثلا، او في عنده مشكله في الماكروفيج، في عنده مشكله
شيء هو أصلاً بيكون موجود عنده هون، هذا رح يعمل خلل ويخلي البكتيريا لما تكون بالجسم أثر عليها إنها تعمل استابلشمنت وتعمل كولونايزيشن. بينما إذا كانت عندي هاي العوامل الطبيعية الوراثية موجودة بكل شخص فيها شغال بشكل طبيعي، بيكون أسهل عليها إنها تقاوم البكتيريا. طيب البريفنشن النقطة الثانية بريفيس اكسبوجر تو مايكروبس، برضه هي شغلة تتعلق بالمناعة. إذا الجسم تعرض للبكتيريا أو الفيروس مسبقا شو راح يكون؟ خدمة المناعة. راح يكون مناعة في أول شيء النيت إميونيتي، بس بعدين لما نتعرف على البروتينز راح يعمل أدفانس إميونيتي تشتغل تي سيل، ويصير في عندي ميموري سيل في خلايا ذاكرة موجودة في الجسم. هاي بعد ما تخلص من البروتين تبقى موجودة في الجسم بكميات قليلة جدا. فلو دخل عندي البكتيريا أو الفيروس مرة ثانية نفس البكتيريا أو الفيروس على السريع هي عندها خبرة تبدأ تتكاثر وتزيد عددها وتروح تقاوم البكتيريا أو الفيروس بسرعة. اللي هي نفس الدور تبعيش ممكن إحنا إذا ما في عندنا previous exposure شو ممكن نعطيه؟ vaccines نفس اللي تبع الفاكسين. بعض الأمراض الخطيرة اللي بنخاف منها يصابوا فيها الأشخاص إنسان وبعطوه فاكسين من البداية إذا كان في فاكسين. في بعض الأنواع الديزيز ما لها فاكسين أو الفاكسين تبعها مش فعال فيها أو هي مش خطيرة كثير بحيث إنه بعطي فاكسين وخلص إذا صار إصابة بتعالج الشخص. في مرات ممكن تكون نسبة الإصابة فيها على بعض فيها فاكسين. إذا هاي الشغلة مهمة كثير، إذا كان الجسم تعرض للفيروس أو البكتيريا سابقا بتكون عملية السيطرة على الباثوجين سهلة. النقطة الثالثة اللي هي الجنرال ليفل اوف هيلث، الوضع الصحي العام للجسم، هل هو الاميونيتي تبعته ممتازة؟ عنده كومبرومايزد اميون سيستم، في عنده ضعف ويكنس لسبب أو لآخر، كان عامل عملية، تعرض لحادث، في عنده ضغط نفسي، أسباب متعددة، كبير بالعمر، صغير بالعمر، هاي كلها ممكن إنها تضعف الوضع الصحي العام. فكل ما كان الوضع الصحي العام كويس يكون احتمالية إنه يصير في عندي ديزيز صعب. طيب ناخذ بعض الأمثلة اللي هي التطبيقية. الآن لو حكينا إنه بكتيريا دخلت وكان الفيروس تبعها قليل، مش بكتيريا يعني مو بضل بشدة، وكان كمان الانفكشس دوز تبعتها قليل أقل من الطبيعي، ودخلت من المدخل الخطأ، يعني هاي البكتيريا بتعمل انفكشن في اللانج راحت على الستوز على الانتستين. بنفس الوقت العوامل الوراثية الموجودة في الجسم شغالة تقاوم الباثوجين، ممكن هذا نتعرض للباثوجين سابقا كمان في خلايا ذاكرة، والوضع الحالي الصحي للجسم ممتاز. أتوقع إنه يصير في عندي ديزيز؟ لا، راح يصير في عندي هون مايكروب باس برو أنوس، كل بفوت على الجسم بطلع بدون ما حدا يشعر فيه، مفيش عندنا أي مشكلة. طيب نروح إحنا في المقابل، يعني المثال الأشد خطورة إنه يكون في عندي بكتيريا الفيروس تبعها عالي والانفكشن دوز اللي دخلت فيها الجسم عالي، يعني حققت الانفكشن دوز ودخلت من المكان الصحيح اللي بتعمل فيه انفكشن. نفس الوقت كانت يعني في خلل في العوامل الوراثيه او الجسم مش متعرض لهذه البكتيريا سابقا والوضع الصحي فيه مشكله، هون اتوقع يصير في عندنا ديزيز، هون بدرجه كبيره راح يصير في عندنا ديزيز. الان باقي العوامل زادت او نقصت ممكن يصير عندنا ديزيز او لا، يعني ممكن ندخل من المكان الصحيح لكن تكون الانفكشن دوز تبعته مش عالي او تكون الاميون ستيتس تبعت الجسم قويه ما يعمل ديزيز، فبصير عمليه كويس. اذا المثال الاول اكيد ما راح يصير في عندنا ديزيز، والمثال الاخير اكيد راح يصير عندنا ديزيز، وما بينهما بصير في عندي عمليه كويس، ممكن يتغلب الديزيز او يتغلب مناعه الجسم. طيب نروح سلايد 13، الان بدينا نعرف هاي المصطلحات اللي مرت معنا. الفيروس، الفيروس بيعرفوها هي degree of pathogenicity درجة الإمراضية، قديش أنا في عندي هاي البكتيريا قادرة إنها تعمل إمراضية تكون هي الفيروس تبعها. طبعا هذا بتعتمد على شغلتين determined by its ability to، يعني قديش بنعتبر إنه ما في عندنا فيروس إن عندها قدرة to establish itself in the host تعمل colonization تدخل على الجسم تستقر فيه ما تدخل على الجسم وتصنع له حرارة، والنقطة الثانية إنها تبدأ تعمل cause damage cause disease. طبعا بين هاي المرحلتين في مراحل مختلفة حتى إنها تقدر تعمل colonization أو establishment،
وبين ما تعمل دمج لازم يكون في خطوات أخرى متعددة. يعني حتى تعمل استابلشمنت لازم تكون المكان صحيح، لازم تعمل اتاتمنت، لازم تبدا تتكاثر، بعدين حتى تعمل دمج لازم تفرز بروتينز او انها تتغلب على مناعه الجسم بحيث انه تبدا تعمل. هاي النقاط اللي راح نذكرها خلال محاضره اليوم بالتفصيل. الان تعريف الفيرولنس فاكتور، عوامل الامراضيه هاي، اني كاركترستكس اور ستراكشر اوف ذا مايكرو ذات كونتريبيوتس تو اتس فيرولنس، اي شيء بيساهم انه يزيد قوه البكتيريا او الفيروس قوته على احداث الديزيز بيعتبروا فيرولنس فاكتور، سواء كان توكسينز انزايم وات ايفر، راح نعتبر هذا عباره عن فيرولنس فاكتور. لما نبدا في الاستافيل بوكسوريس اول مثال كثير راح نعرضه خلال المحاضرات القادمه ان شاء الله، راح نشوف انه الاستاف اوريس لوحده عندها اكثر من 20 فيرولنس فاكتور مختلفه، راح نتعرف نذكرهم جزء 12 و13 نذكرهم ونعطي امثله عليهم حتى يكون الموضوع واضح. فانا لما اجي احكي عن الاستاف اوريس لاحقا يكون فيرولنس فاكتور تبعها كذا او كذا، تكونوا عارفين شو معنى فيرولنس فاكتور. بس معلومة عن ما ذكرناها سابقا بس بنفصل فيها هون. الآن بدنا نعرف إنه معظم أنواع المايكرو أورجانيزم الموجودة في الطبيعة معظمها الغالبية العظمى الماجوريتي منها ما بتسبب ليش أي ديزيز، هي أصلا وجودها في الطبيعة ضروري للإيكو سيستم ونحافظ على بالانس في الإنفايرمنت. عدد قليل جدا من المايكرو أورجانيزم حسب المرجع تبعنا، طبعا هذا ممكن يتغير من سنة لسنة، لأنه يعني كل سنة ممكن ينتشروا أنواع جديدة أو يصير في تحورات في الفيروسات تطلع عندنا أنواع جديدة. بس حسب المرجع تبعنا اللي احنا واخذين منه المعلومة، الآن في عندنا تقريبا 1407 مايكروب مصنفات على أنهم عندهم قدرة يعملوا ديزيز. الديفرنت تايب سواء كان بكتيريا، فيروس، فنجس، وات ايفر. عندنا 1407. أكبر قسم بيعمل لي ديزيز هو البكتيريا. 538 من البكتيريا، الجزء الثاني اللي هو الفانجاي 317، بعدين الهلمنت الديدار 208، والفيروس او لا اسف تركز قلنا 538 بكتيريا 317 فانجاس 287 هلمنت 208 فيروسز و57 بروتوزوا. طبعا هذا قلت لكم تصنيف من المرجع تبعنا، لكن كل سنه هذا ممكن يتحدث في الدول الراجعه. لأن هذا يعني رحمة الرب العالمين إنه مليارات جزء ديفرنت مايكرو أورجانيزم موجودة على سطح الكرة الأرضية، يعني لو تاخذ قطرة ماء من نهر أو من بحر أو من أي مكان تروح تحللها بتلاقي فيها آلاف أنواع من ديفرنت مايكرو أورجانيزم. هاي غير ضارة وما فيها مشكلة بالنسبة لنا، عدد قليل جدا هو اللي يسبب الأضرار، وهذا رحمة الرب العالمين. طيب نبدا الان في الخطوات اللي حكينا انه احنا حتى يصير في عندنا ديزيز فينا ناخذ خطوتين اساسيات، انه يدخل الجسم بعدين يعمل دمج. الخطوه الاولى انه becoming established، او خلينا نحكي الخطوات كلهم حتى يصير في عندي ديزيز تبدا finding a water of entry. لازم اول شيء البكتيريا تكون من مكان صحيح، سواء كان عن سكين الجاي تراك، سبيرتر تراك، يوروجينيتال تراك، اندوجينيوس بيوتا، يعني داخل الجسم في مدخل اساسي لهذه البكتيريا، سواء اجت من خارج الجسم دخلت الجسم او كانت داخل الجسم وعملت الفكره. طيب دخلت الجسم، شو اول خطوه لازم تعملها؟ كولونايزيشن جدا، حتى تستقر في مكان تعمل اتاتشن فيرم، تمسك بشكل مضبوط، مش بس انها تتجمع في مكان، لانه لو تجمعت في مكان في عوامل راح تخليها تطرد الجسم، فلازم ترتبط يكون في ريسبتورز لها، تعمل عمليه اتاتشن. فحنتعرف كيف تعمل البكتيريا اتاتشن سواء عن طريق الفبريال كابسول و different safe proteins زي viral spikes. طيب عملت attachment واستقرت الآن وثبتت في مكانها. الآن الجسم بده يعمل مقاومة حتى تنجح البكتيريا في إنها تعمل infection، لازم surviving host defense، لازم تتغلب على مناعة الجسم. وهون في عندنا different mechanism، إما avoiding phagocytosis إنها تفل من عملية البلعمة، أو إنها avoid death inside phagocytes إنها تعيش داخل نفس الفاغوسايتس زي الانتراسيلولار باراسايت، او الابسنس اوف سبيسيفيك اميونيتي، يكون الجسم ما عندوش سبيسيفيك اميونيتي نتيجه انه عوامل وراثيه معينه عنده زي ما حكينا، وبالتالي انها تقدر تشتغل براحتها. طيب غلبت على مناعه تبعت الجسم، بدات تتكاثر، بدات تعمل الافكت تبعها، لا تقدر تعمل دمج، بصير في عندي ديزيز. وهذا
عن طريق التوكسينز الانزايم والديفرام كانسر حنتكلمها. الان صار في ديزيز، الديزيز هذا بيعمل افكت تبعه بعدين بيسموه ما يسيطر عليها او حنعطي علاج. فبالاخر هاي البكتيريا يمكن السيطرة عليها عن طريق العلاج او عن طريق الجسم، وراح تطلع خارج الجسم برضه زي كمان ما كان في عندي بورتال اوف انتري، في عندي بورتال اوف اكسل بدها تطلع تعمل شيلينج. هاي ممكن تكون مصدر للعدوى للاشخاص الثانيين، او تكون فقط انها تنطرح كميات قليله من الجسم ما يكونش فيها عدوى. وزي ما كان في عندي بورتال اوف انتري راح يكون في عندي بورتال اوف اكسل زي سبيرتال كلاد، سيلفري كلاد، سكين سيلز والى اخره. طيب نبدا في الخطوه الاولى، الأولى اللي هي ستيب 1 بورتال اوف انتري. البورتال اوف انتري رح نلاحظ انه مايكروب انترز ذا تيشو اوف ذا بادي باي بورتال اوف انتري الى مداخل خاصة. يوجوالي كوتينيوس او ممبرينيوس باوندري، يعني على السكن او على الأغشية المحاطية اللي بتكون على فتحات الجسم، هاي بتكون المداخل. نورمالي ذا سيم اناتوميكال ريجن ذات سبورت نورمال بيوتا. وهي بتكون عليها بالعاده اصلا بيوتا، بس قلنا البيوتا اصلا هي البكتيريا النافعه بشكل عام فما بتكون فيها خطر. طيب سورس اوف انفكشن، انفكشس ايجنت لما يكون اكسوجينيوس او اندوجينيوس، اذا كان من خارج الجسم دخل عليه هذا بيكون اكسوجينيوس انفكشن، واذا كان من نفس البيوتا اللي داخل الجسم عملت ديزيز نتيجه انه زاد عددها وتتاخر لضعف المناعه او استخدام انتي بيوتيك، فهذا بنسميه ايش؟ اندوجينيوس انفكشن، مصدر العدوى داخلي من داخل الجسم. هذا بشكل عام. نبدا الان في البورتال اوف انتريس وناخذ مثال اول واحد هو انفكشس ايجنت ذات انتر ذا سكن، تدخل عن طريق السكن. السكن المفروض انه هو عباره عن انتاكت بارير، عباره عن حاجز سليم يمنع دخول اي شيء داخل الجسم. بكتيريا فيروس فيروس. في بعض انواع البكتيريا القليله ممكن تدخل حتى من الانتاكت سكن زي السبايك كيتس، هنتعرف عليها ان شاء الله، زي مثلا اخر واحد مثلا عنوان سيريا بونيريان، هذا بسبب مرض اسمه مرض السيلان، مرض بسبب الاتصال الجنسي الخاطئ. هذا المرض البكتيريا تبعته سبايرو كيتس زي الحلزون، زي شكل المرغي، كيف المرغي بفوت جيب بفوت بالخشب شوي شوي، هاي البكتيريا بتفوت بدها تلف بالسكن تدخل داخل السكن. وفي انواع ثانيه بكتيريا بتدخل اذا صار في عندي دمج للسكن، صار في عندي نيكس افريجن بانشر، صار في عندي جروح خدوش، هاي البكتيريا بتلوث الجروح وبتدخل للداخل. اذا الاصل انه هذا السكن سليم ما يسمح بكل شيء، اذا صار في عندي بعض الجروح عليها او الخدوش تسمح لهذا البكتيريا، وفي عندي الداك سكن از فيري تاف، السكن السليم بكون صلب ما بسمح الا فيو مايكروب كان بنتريت، ذكرنا مثال اللي هي سيريا جونيرياي، نوع من انواع سبايرال بيس بكتيريا، هاي سبايرال بكتيريا بتقدر تدخل حتى من الجلد السليم. طيب كمان في بعضها كمان ممكن بالاضافه زي سبايرال بيس، كمان في بعضها ممكن تفرز بعض الانزيمات تحلل الروابط بين الخلايا تبعت السكن، وبالتالي تسمح لاختراقها والدخول فيها. الأمثلة ستافيل كوكس أوريا السابق دائما بحب الشباب، هذا معظم الأسباب تكون ستافيل كوكس أوريا، ستافيل كوكس أوريا جينز وفيروس وكلاميديا أنواع مختلفة ممكن تدخل عن طريق لأنها انفكشن عن طريق السكن. البورتال أوف إنتري الثاني سلايد 18 اللي هو الجاستروانتستاينال تراكت جي آي تراكت باثوجين contain in food, drink and other ingested substances. هون تدخل عن طريق الطعام والشراب، تكون بوثة البكتيريا الغذاء تدخل عن طريقه. وهون بدنا نلاحظ انه ممكن تدخل بكتيريا اكسل، او في بعض الاحيان شو يدخل؟ مش البكتيريا احد افرازات يعني التوكسينز تبعها يدخل هو يعمل مش البكتيريا، يعني البكتيريا بتتكاثر في المواد الغذائيه في فيزيك التوكسين، التوكسينز هذا بنوقف مع الغذاء بيعمل نسمه غذائي، بكون افكت التوكسينز. طبعا الجسم المعده غيركم من البي اتش تبعها اسيد، وهذا غير مناسب لمعظم انواع البكتيريا، كثير من انواع البكتيريا والملوثات اللي بتدخل عن طريق الطعام
يتم القضاء عليها بشكل طبيعي بسبب حموضة المعدة. في بعض انواع البكتيريا عندها القدرة انها اما تقاوم هذه الحموضة او يكون في لها ميكانيزم معين تغلف حالها في طبقات دهنية وبالتالي تقل تأثير الأسيديك انفايرمنت داخل المعدة تقدر انها تعيش داخل المعدة. من انواع البكتيريا اللي ممكن تنتقل عن طريق الجي تراكت وهي تدخل المعدة ومن بعدها ممكن بعدين تروح على الانتستين سمول انتستين لارج انتستين تعمل لنا ديفرنت تايب اوف ديزيز. امثلة عندنا السالمونيلا والشيجيلا والبيوم هذول أمثلة يعملوا لي انفكشن في الانتستين. سيرتين ستين في شريشيا كولاي بيليو فيروس هيباتايتس سي فيروس ميكو فيروس كوتا فيروس الاميبا سبينيكا هذول انواع مختلفة من البكتيريا والفيروسز والباراسايت كلهم ممكن يدخلوا الزوا عن طريق الجي اي تراب يعملوا لي انفكتراب. بمعنى السالمونيلا اذا راحت على اللن راح تعمل لي افكت؟ لا. بينما اذا دخلت على الانتستين بصير احتمال انت تعمل لي طبعا انت على هون عم نفجينك سالمونيلا. السالمونيلا اللي هي موجوده في انواع من السالمونيلا بتكون نفجينك ما بتعمل مرض هاي ما بتخوفني زي ما بحكي على نفجينك. طيب اللي بعدين الاكسبيراتوري بورتال بتكون عن طريق الجهاز التنفسي بورتال انتري فور ذا جريد ديسكمفورت اوف باثوجينز معظم انواع الباثوجينز بتنتقل عن طريق اللي هو الريسبيراتوري تراك بسبب انه بتطلع عن طريق الهواء بتلوث الهواء هذا سهل كثير بحمل ذرات الهواء تحمل الباثوجين وبتنقله من شخص لشخص عن طريق التنفس. هون معظمهم كثير منهم فيروسز بس برضه في برضه مع بعض انواع البكتيريا ستريبتوكوكال سورتوس توكوكاس اللي بتسبب التهاب الحلق مينينجايتس التهاب السحائر بغض النظر عن مسببه هل هم بكتيريا او فيروس ليفتيريا وتوفيليت انفلونزا ميزلز مامس روبيلا تشيكن باكس كومن كولد بكتيريا فانكس كوز النيمونيا وبرضه النيمونيا اللي هو التهاب جوي باسباب مختلفه سواء كان بكتيري او فيروسي او فنجس. هذول كلهم مجموعه كبيره من الأمراض ممكن أنها تنتقل عن طريق الجهاز التنفسي. طيب نروح على السلايد اللي بعده رقم 20 نيروجينيتال بورتال انتري. بعض أنواع البكتيريا راح تدخل هون وهذا مدخل مشترك عن طريق إما اليوريثرا أو عن طريق الجينيتاليا تراكت. هذا في العادة في كثير من السيتشوال ترانسميتد ديزيز STD, STS هذول أمراض بتنتقل عن طريق التواصل الجنسي ومعظمهم بيكون عن طريق السكن انتر سكن اور ميكوزا وفي ناس اكسترنال جينيتاليا فاجاينا سيرفيس كل هاي الأماكن بتكون مكان لدخول هاي الأنواع المختلفة من البكتيريا أو الفيروسز لداخل الجسم. كمان مرة قلنا some captain plate and broken surface حتى إذا كان السكين سليم ممكن أن تعمل لي مشاكل. هاي الصورة تبع السبايرال بيز اللي شكلها هوريزونتال من هاي تدخل تلف زي الدريل تدخل داخل الجسم. عندنا أمراض مثل السيفلس والجونيريا الميديا والهيربس هذول كلهم بنتقلوا عن طريق اليوروجينيتال بورتال. سيفلس مسبب بكتيريا بسميها تريبونيما بعيدا عنها ان شاء الله لان يكون شابه خاص بالسبايروكيتس مكان التوصيل. طيب في بعض انواع الديزيز تنتقل اثناء عمليه البريجنسي والبيرث اثناء عمليه الحمل والولاده. سم مايكرو كان كروس بلاسنتا تنتقل عن طريق البلاسنتا زي السيفلس والسبايروكيتس. Other infectious occur perinatally when the child is contaminated by the perinatal. أثناء عملية الولادة في مرحلة الولادة ممكن يصير في تلوث ل perinatal وهاي في أنواع محددة أكثر يعني قدرة أن تعمل تلوث في هاي المرحلة زي توكسوبلاسموسيس روبيلا سايتوميجالي إيجالو فيروس هيربس سيفلس هذول كلهم أنواع مختلفة من الفيروسز وين الباراسايت ممكن انهم يعملوا تلوث للبيرث كانال وينتقلوا للروم او ينتقلوا للجنين. هيك ذكرنا يعني تقريبا خمس ديفرنت اللي هم المين بورتال فيس للجسم
ننتقل للنقطة الثانية. دخل الجسم من المكان الصحيح، لازم يكون في عندي كمان النقطة الثانية غير اللي دخل المكان الصحيح، إنه size of infection، كمية البكتيريا اللي دخلت تبعتي هل عددها كافي لتعمل infection ولا لا. Another factor crucial to the course of an infectious is the quantity of microbe in the inoculating dose. طبعا هاي بنعرفها بنسميها infectious dose. والinfection only proceed if the infectious dose is present. إذا حققنا infectious dose أو أكثر بيستمر عندي infection، وإذا أقل من infectious dose بيستمر سيطر عليه. Microorganisms with smaller infectious dose have greater virulence. Actually, microorganisms with smaller IV infectious doses have greater virulence. شو معنى؟ هاي كمان virulence factor. يعني بيحتاجوا كمية أقل عشان يسبب الموت، يكونوا أقل. بالعكس. بيحتاج كمية أقل، بيحتاج أقل ولا أكثر؟ أقل صح. لما تكون الباثوجين عندي هون يحتاج كمية قليل عدد منه في يدخل الجسم حتى يعمل ديزيز، هذا تكون الفيروس تبعه أعلى. راح تشوفوا حجم الفرق الهائل في السلايد بعدكم للإنفكشس دوز. مثال عندنا الإنفكشس دوز للريكيتسيا اللي هي كوز فيجن لبعض الأمراض زي الفيو فيفر، سنجل سيل اذا دخل خليه واحده الجسم ممكن تعمل ديزيز. طيب حدا بيقدر يفسر لي ليش هيك؟ يعني كيف خليه واحده بكتيريا ممكن تدخل الجسم تعمل ديزيز؟ لان بعد شوي رح احكي لكم انه بدي مليار خليه حتى تعمل لي ديزيز من نوع ثاني من البكتيريا. ضعف فلوس تضاعف جوا الجسم. طيب خليه وحده بتقدرش تسيطر عليها وتكسرها. واحد واحد بس خليه ما يسوي لكم. ما بتكون مسوي ديزيز جوا. لازم يكون اكثر من وحده عشان تعمل. قصدي ما يعني الجسم لما تكون وحده سهل يسيطر عليها الجهاز المناعي. ممكن ما تكون بعيد. ممكن ما تكون واضحه. ما تكون واضحه. يعني اجابتك يعني صحيح بشكل عام. في اي شيء هذا بكي؟ تكون هي من داخل الجسم. مش شرط. إذا نحكي ريكيتسيا بالعادة مش من الجرح البيوت. ريكيتسيا لا، هاي من البكتيريا اللي دخلت الجسم تعمل ديزيز. الفكرة زي ما حكى زميلكم إنه هي هاي تتكاثر، بس حتى تتكاثر لازم تهرب من جهاز المناعة. ريكيتسيا نوع من أنواع البكتيريا هي انتراسيلولار باراسايت، بتقدر تعيش داخل الخلايا، مش أي خلايا، داخل الخلايا المناعية. يعني تقدر تعيش داخل الميكروفاج الدنتيك سيل، عندها القدره انها تهرب من جهاز المناعه وتعيش داخل خلايا مناعيه. فبتكون خليه واحده تصير تتكاثر تتكاثر حتى تعمل زي عندي عدد كبير، بعدين تنفجر الخليه هاي اللي هي الماكروفاج، وهذول الخلايا بيروحوا بيعملوا خلايا ثانيه وبيظلوا يتكاثروا لما يصير عددهم داخل الجسم، عدد كافي يعملوا ديزيز. بس الفكره انه خليه واحده ممكن تدخل الجسم ما يقدر يسيطر عليها. في نفس الشيء عندنا التوبركلوسيس المايكروبكتيريوم توبركلوسيس، هذا كمان عدد قليل 10 خلايا ممكن يكون، لأنه هذول من الانتراسيل والباراسايت كمان ممكن يهربوا من جهاز المناعة ويشكلوا لي خطر. في عندي الآن بصير العدد أكبر زي النمريا، بدنا 1000 خلية بكتيريا أكثر، الديفويد فيفر بدنا 10,000 خلية، في عندنا الكوليرا الفيبريو كوليرا يحتاج إلى مليار خلية، 1000 مليار خلية وأكثر حتى تعمل الديزيز. طبعا هذا الشيء كمان يعني في سبحان الله يعني مهم، لأنه الكوليرا تنتقل عن طريق المياه الملوثة، هذا ما يصير في مناطق الفقيرة زي مناطق أفريقيا والمياه تكون ملوثة وتنتشر عن طريقها. هاي لو كان عدد قليل من سبب الديزيز راح تمضي على ناس بأعداد كبيرة. بس هون كمان في حكمة انه اعداد كبيره محتاج تكون موجوده حتى تعمل الديزيز، لان هاي تلوث بسهوله تلوث المياه والطعام فبصير في عندنا مشكله فيها. اذا هون شفنا كيف في اختلاف واسع في الانفكشن دور بين باثوجين وباثوجين ثاني.
روح سلايد 24 لان دخلت البكتيريا من مكان صحيح البورتال انتري. النقطه الثانيه كانت الفيشيس دوز تبعتها حقيقتها حقيقه او اكثر من العدد المطلوب. الخطوه اللي بعديها الان لازم نعمل عمليه شو؟ الخطوه اللي بعديها ستيب تعمل اتاتشنج تو ذا هوست عمليه الاتيجن. يعني انا افرض انه دخلت عندي بكتيريا على الانتستين وكميات كبيره وباثوجينيك بس بعدين مع عمليه الديفيكيشن صار لها فلاشنج طلعت برا الجسم ما راح تعمل شيء. لكن اذا كان عندها القدره هاي البكتيريا انها تلتصق بسطح الانتستين راح تبدا تعمل الفلتر تبعها. في ديفرنت ميكانيزم تخلي البكتيريا انها تعمل اتاتشنج للهوست. اول وحده عن طريق الفمبريا، والفمبريا اخذناها بالفصل الاول عارفين شو الفمبريا. الفمبريا يكون عباره عن ريست لايك ابندج بتكون موجوده على سطح الخليه البكتيريه وبتسهل عمليه الاصلاح. واذا متذكرين انتوا او غيركم حكيت لكم انه متذكرين في الواتر بول الاولاد الصغار اللي بتكون لزقه مش ربط لزقه مش تكون جهتين بلزق على الثانيه نفس الشيء. الفمبريا بتلزق زي كانها هيك كيف بلزق البوط الربط تبعه هذا بتكون لزق نفس الشيء. فهي البكتيريا عن طريق الفمبريا هي ميست لايك ابندج بتلتصق في السطح تبع البوست وبتبدا تعمل في تبعها. يعني عندنا المثال الاول هون ان اتوقع اللي هي الجيشن تو لايك وبتلتصق في سطح الانتستين. لكن انه ايش البكتيريا الكبيره لا مش لاقيين نوع بس بغض النظر. النوع الثاني هو الادهيرنت اكسترا سيلولر كابسولز. الكثير من حكينا عن سلايم لاير كمان انه بعض انواع البكتيريا بتكون في حولها ماده غرويه وهي الماده بتسهل التصاق البكتيريا في اسطح الجسم وحتى بتسهل التصاق البكتيريا في اسطح خارج الجسم لما قلنا بتصير تعمل بكتيريا بتعمل بين فيلم قلنا الاوساخ بتمر على المغاسل مش منظفه او على انابيب المياه اللي هي القديمة مش منظفة ممكن تكون تلتصق البكتيريا برضه عن طريق الإسلام يعني. فهي عبارة عن مادة غروية تسهل التصاق البكتيريا على بعض الأسطح في الجسم. هاي بتكون الكنز تبعها. في كمان عندي أنواع بتكون عن طريق السبايكس زي الفايرال بيلو بتكون عليه سبايكس. هاي السبايكس بتكون لها ريسبتور خاصة فيها فبتيجي بتعمل لي الالتصاق تبعها. متذكرين أول ما طلعت الكورونا كان بيحكوا انه اول احنا يعني ما بدات انه ينتشر في دول اوروبا بعدين دول امريكا بعدين اجى على منطقه الميدل ايست. كان بيحكوا وقتها الاول يعتقدوا انه احنا المنطقه السكان من العالم العربي الريسبتورز للكورونا فايروس داخل الجسم اقل من باقي الاجناس عشان هيك بصيبنا اقل. بس كشفنا لا بالاخر انه مش صحيح. كان في ارقاع الايام السارس سابقا يحكوا ليش مثل هذا بصيب الجبال او بصيب الحيوانات الثانيه لانه الريسبتورز تبعتها موجوده في جسم الكاميرا بس مش موجوده في الحيوانات الثانيه. كان نفس الشيء اعتقدوه في البدايه انه هذول السبايكس الريسبتورز تبعتهم توقع اسمه اي بي 2 او مش قوي مش متذكر اي سي 2 في ريسبتور خاص اسمه ار سي هذا داخل جسم موجود في اجناس معينه اكثر من ناس ثانيين عشان هيك هذول احتماليه انهم يصابوا اكثر ناس ثانيين لا مش راح يصابوا. بعدين الكل اكلها. طيب اذا في عن طريق السبايس يكون لها سكتوز داخل الجسم. اذا هاي الخطوه الثانيه عمليه الايجن اعتقد هاي بعض الامثله لبكتيريا وفيروس ممكن انها مطلوب منكم تحفظوا الامثله تبع البكتيريا اللي انا حاطط عليها مربع احمر سلايد 25 الديجن بروبرتيز اوف مايكروبس. في عندنا مثال بسيليا فاميلياي بسبب ديزيز بوليريا اللي هو مرض السيلان. هذا شو الديجن ميكانيزم تبعته عن طريق الفيمبريا اتاش تو ذا جينيتال انتيريال سيل ويعني الواضح انه الستور تبعها اكثر في منطقه الجينيتال تراك عشان هيك بسبب يشيشه كولاي ديزيز تبعها مشروط تعمل يشيشه كولاي مجموعه واسعه من الديزيز. سو نذكر احنا مثال على الديزيز ومثال على الميكانيزم. يشيشه كولاي بتصيب الانتستين سيرف بتعمل دياريا وعن طريق برضه الفيبريا الشيجيلا بتعمل ديزنتري نوع من انواع الدياريا بس عشان
برضو عن طريق الكيمياء الثانية الكيمياء. المايكرو بلازما من أحد الديزيز تبعتها اللي هي نمونيا المتكرر قوي، هون بتكون لها لما نشوف نروح على المايكرو بلازما ونشوف كيف الشكل تبعها المغزلي رح نلاقي فيها سبيشاليزد تيب على دينتو تبكتيريا وشكلها مغزلي. في عندي هون تيب وهون تيب، هذول عندهم القدرة الأطراف تبعهم إنهم يرتبطوا مع اللانج كتيريا. كيف السبايك هون؟ هو مش سبايك، يكون شكلها مغزلي يعني يكون شكلها زي العين، طرف العين هون طرف العين هون، هذول يكون عندهم القدرة إنهم يرتبطوا في السنترز تبعتهم على اللانج كتيريا. عشان هيك بنقول نيمونيا. بس ما يقدر بس ما بلازما يعني لو دخل الانتستين بعد حكينا يعني فيك زي ما بيعمل في اللاين ناكل وسيركوس. سودوموناس ايريغونوزا، سودوموناس ايريغونوزا هذا من انواع البكتيريا الخطير في الخطوط انه مالتي دراج ريزيستنس، معظم الاكسبيرينس تبعته بتكون مالتي دراج ريزيستنس يعني انتي بايوتيك ما بتجاوب، بيستخدم اربع خمس انواع ما بتجاوب عليها. هي خطيرة خاصة في حالة الحروب لأنه ما بتلاقي انتي بايوتيك يجاوب عليها. واللانج انفكشن هون ممكن انها تنسب عن طريق الفيمري او عن طريق السلايم لاير. سبب كاسبر جينز بسبب فرنجايتس وبيتيبو، هذول بتكون عندها عبارة عن لايبو كيوبيك اسيدز بتكون على سطح المبين تبعها من الخارج، وايضا الكابسول هذول بتساعدهم انهم يضبطوا في الابيثيليوم تبعت الجسم في المكان اللي بتشتغل فيه سواء في الحلق او على الجلد. البيتيبو هذا عباره عن سكين ديزيز بصير سكين وقاسم المصاب والعرض وشوية زي هيك بسبب الكسبة ديزيز بتكون لهم سهولة انها تقبض في السكين. اخر مثال عندنا سكوكس ميوتانس، هذا بسبب دنتال كاريس تلوث تسوس الاسنان، وهون يكون في عبارة عن تكستران سلايم لاير بلوز كوكاي تو سيركس أفتر ميشيال أتاجن. في تكون مادة سلايم لاير فيها مادة هاي التكستران بتسهل ارتباط البكتيريا في السطح الخارجي للسن، وبالتالي تتراكم مع الوقت إذا تعمل في تبعها لازم في النهاية تسوس الأسنان. طيب دخلت الجسم وعملت استابلش من يعني دخل المكان الصحيح والدوز الصحيحه وعملت اتاتشمنت. الخطوه اللي بعديها كانت شو راح تعمل؟ لازم تقاوم مناعه الجسم، تقلل عن مناعه الجسم حتى تبدا تتكاثر بالعدد تبعها وتعمل الاستيراد. الان الاصل لما تدخل في الجسم ونحرك الجسم انه في عندي فورين بادي، في عندي الانيت اميونيتي بتشتغل. هاي الانيت اميونيتي ما بتشتغل انها بتعرف كادر ديزيز سبيسيفيك، مثلا انه انا في عندي اشيريشيا كلاي، هاي بتعرف انه انا في عندي فورين بادي بكتيريا فايروس، عرفها عن طريق مجموعه من الشوجرز والريسبتورز الموجوده عليها، بتعرف انه في جسم غريب بالجسم بتقدر تشتغل، اوتوماتيك بتقدر تشتغل، ما بتحتاج انك تعرف هاي البكتيريا اشيريشيا كلاي، سالمونيلا، وات ايفر، لا، على اي باثوجين بتدخل تقدر تعرف عليه. الفاكسيتس الوايت بلاد سيلز ذات انجلف اند ديستروي باثوجينز، هذا الاصل انه بس تدخل تبدا تشتغل الوايت بلاد سيلز نيتروفيلز ماكروفيج وتبدا تشتغل. الان شو بصير عندك؟ في عندك شيء نسميه انتي فاكسيتيك فاكتور يوزد باي سام باثوجينز تو افويد فاكسيتوسيس. في بعض انواع البكتيريا عندها ميكانيزم مختلف انها تهرب من جهاز المناعه سميناها انتي فاكسيتيك فاكتور. الانتفاكوسايتسات أول شيء ممكن تفرز مواد زي الليكوسايدين، ليكو من ليكوسايت يعني وايت بي سيز، وسايدين شو معناها؟ كيل تو كيل، فهاي المواد اللي تفرزها تقتل الوايت بي سيز، توكسيك تو وايت بلاد سيلز بروديوس باي ميثال ستريبتوكوكس وستافيلوكوكس. لما نيجي عليهم ان شاء الله حنذكر بعض الفيرلنس فاكتور تبعهم اللي هم ليكوسايدينز، وفي اسماء خاصه بيكون للستافيلوكوكس للستريبتوكوكس الستريبتوكوكس بالنسبه للليكوسايدين يعني بنسميها باسمها. الشغله الثانيه كيف ممكن انها تهرب من جهاز المناعه؟ اكسترا سيلولار سيرفيس لاير. كمان مرات البكتيريا بتكون عندها ميك اتس ديفيكالت فور ذا فاكسيتس
فور اكزامبل ستريبتوكوكس نيموني سالمونيلا تايفي سيريا، هذول كلهم بكون طبقات حوالاهم زي سلايمر. سالبكتيريا قلنا هاي لما تدخل الجسم تعرف عليها فاكسايز لانه في عليها ريسبتورز، يعتبر هاي البكتيريا دخلت الجسم هاي في على اسمها تبعها ديفرنت ريسبتورز ديفرنت شوغرز بتعرف عليها فاكسايز. اذا جينا وحطنا هاي الريسبتورز بالسلام لاير او الكابسول راح تصير مغطيه، فلما تيجي الفاكسايز اكسل بدها تلتهمها ما بتتعرف عليها، في شيء تعرف انه هاي عندي بكتيريا، اذا هاي كمان من الميكانيزم. النوع الثالث هو الاخطر زي الريكتسيا، هاي سم كانسر بارد انسايت وارسايتين افتر انجيشن زي الجينيلا ومايكروبكتيريم ومانيكا وفريكتسيا، هذول عندهم القدرة انهم يدخلوا داخل الفاكسايتس يكونوا في باكيول ما بتعرف عليهم الفاكسايتس بيتكاثروا حتى يصير عددهم كبير، بينفجر هذا الباكيول وبتنفجر الفاكسايتس بعدين بروح بيعملوا خلايا ثانية، لما نحكي ان شاء الله عنهم راح يبين معنا هذا الحكي في أسابيع القادمة إن شاء الله. طيب نروح على الخطوة الرابعة إنه هون إذا تغلب على جهاز المناعة معناته تكاثر صار التكاثر. لا راح يبدأ يطلع عند الفلتر على البكتيريا بتعمل لي دمج بتعمل لي ديزيز. برضه في ديفرنت ميكانيزم راح نذكر منها أول شيء مايكروبيال إنزايم عند إكسو عند إندو توكسينز ديسربت هوست سيل ستراكشر فور بريدكشن بتوين هوستلز. عن طريق مجموعه من الانزيمات او التوكسين سواء كان اكسو او توكسين راح نعرف الفرق بيناتهم بعد شويه اذا رح نعرفهم. هذول لما تفرزهم البكتيريا بوقع على التشو بيعمل الدمج تبعه في التشو وبالتالي بصير في عندي الديزيز. الميكانيزم الثاني مايكروبس انفيدز انيشال هوست ديفنس اند هوست كونتينوس تو رياكت تو ذا بريزنس اوف ذا مايكروب كوزين هوست دامج وود ريسبونس. النقطة الثانية انه اذا ضلوا يتكاثر يتكاثر داخل الجسم زي ما قلنا هاي خلية الفاكسات راح تنفجر وينها في خلايا ثانية نفس الميكانيزم هو راح كثير نفسها تعمل لي الدمج. مايكروبيال برودكتس ميك ايبيجينيتيك تشينج. في بعض الاحيان شو المقصود في الايبيجينيتيك تشينج؟ الايبيجينيتيك تشينج هي عبارة عن فيزيكال تشينج للدي ان اي تبع الخلية زي الدي ان اي ميثيليشن عملية انه يجي عندي مثل الجروب وتحيط في الدي ان اي فبالتالي الدي ان اي بتغلف بطل انه يعمل جين اكسبريشن لبعض انواع الجينات، هون انا عملت ديزيز نوع من انواع الاخبار مثلا الجينيه. قلنا انه يصير في عندي فيزيكال تشينج في الدي ان اي زي الدي ان اي ميثيليشن. هذا كمان احد الاشكال اللي ممكن تعمل في طبعا ديفرنت ميكانيزم بس احنا ذكرنا هون بعض الاشكال للميكانيزم. ممكن يكون ان شاء الله